أنا من جملة المتهمين، ولكن بالنسبة للأخ معذة، العمامة لا تتنكس، العمامة مرفوعة. لو مهما قامت المحاكم سنستمر في التواصل وفي المحاكم، مش راحين نتنكس العمامة. تحدث عن الموضوع هذا من بابين. الباب الأول هو الباب القضائي، وكانت لجنة التواصل قد انتدبتني قبل مدة قصيرة، قبل أيام، للانضمام إلى طاقم المرافعة، على أمل أن يكون هناك طاقم للمرافعة، لأنه ما فهمته بأنه كمان هناك في إشكالية. حتى يعني نضع النقاط على الحروف في على المستوى القضائي. في المستوى القضائي المشايخ أدينوا في أعقاب اعترافهم. أصلا المشايخ لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بالوقائع. هم لم يسافروا إلى سوريا وإلى لبنان في جنح الظلام، ولم يسافروا متسترين، إنما سافروا على الملأ. العالم كله يعرف عن هذه الزيارة، وهذه الزيارة لا نخفيها، بل أردناها ونريد لهذه الزيارات أن تستمر وأن تتواصل. إذن المشايخ قانونيا لم يكن لديهم إلا الإمكانية للاعتراف بوقائع ما حدث. الإشكالية هي التهمة. تحدث زميلنا الأستاذ سعيد نفاع عن هذا الموضوع، وسنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا أمام المحكمة، لأن الجلسة القادمة هي جلسة ما يسمى بالعبري طيعونيم لعونش، يعني إنسان بعد أن يدان نحاول، يعني بما معناه وكأنه استرحام، مع أنه الوضع هنا يختلف، نحاول وكأنه استرحام حتى تخفف عنه أو حتى يخفف عنه العقاب الذي سيمثل أمامه والذي سيلقى عليه. الموضوع هنا يختلف. القضية أصلا نرى فيها أيضا من الناحية القضائية، نرى فيها ليست قضية شخصية وليست قضية لمتهم، إنما قضية لطائفة وقضية سياسة. المتهم هنا بين قوسين هو النهج وهو السياسة وهو المصارف. نظموا هذا اللقاء، قد تتأجل المحكمة من يوم 25 شهر، قد يكون هناك موعد آخر، وهذا لا يعني شيء. المحكمة مستمرة، تأجيلها إذا تأجلت وشبه مؤكد أنها ستؤجل، أما هذا لا يعني شيء. أوافق، وهذا الموضوع الثاني سأتحدث عنه باختصار شديد، أوافق ما قيل هنا من حيث ضرورة الهبة الجماهيرية. نحن بحاجة إلى هبة جماهيرية في هذا الموضوع. لا يمكن أن نرى بأننا نحاكم على نهج وعلى طريق. الموضوع ليس موضوعا شخصيا، وما دمنا نحاكم على نهج وعلى طريق فالمفروض أن يجند الجميع. وحتى أكون عمليا بعض الشيء، اتصلت بدافع من نفسي أكثر من مرة مع الرئيس الروحي للطائفة الدروزية الشيخ موفق طريف حول هذا الموضوع، وأنا أطلعت لجنة التواصل عندما شرفوا إلى بيتهم الصغير قبل أسبوع، تحدثنا عن هذا الموضوع. آخر اتصال كان إلي مع الشيخ موفق قبل حوالي ساعتين، طلب مني، وأنا هذه أمانة أحملها ليس أكثر، أنا لا أمثل أحدا في هذا الموضوع، أنا لست ممثلا للشيخ موفق، لكنني أنقل ما طلب مني أمانة أن أنقل. هو قال لي بالحرف الواحد بأنه مستعد أن يوقع على كل مستند نريد تقديمه للمحكمة، وهذا بحد ذاته، وتحدثنا عن هذا الموضوع، وقد يختلف معي أحد في هذا الموضوع، لكن أنا لست في نقاش مع أحد، أنا أتحدث أبو معين، أتحدث هناك ضرورة للحديث عن وحدة، وإذا كان بإمكاني المتواضع أنا وفي معيتكم أن نساهم في وحدة في هذا الموضوع فليكن. ولذلك يعني ما يطلب هو وقفة جماهيرية، ما يطلب منا أن نعمل عملا نافعا، لأن البقاء للعمل النافع ولا بديل لنا عن ذلك. شكرا ويعطيكم العافية.
في الدالي هون بقيادة الأخ أبو معين. بديش أطول. بالنسبة للي قاله رئيس المجلس، الشغلة مش مواطن يا إخوان، إحنا كدروز بنقدر نعطي شهايد في المواطنة الصالحة. إحنا مش ضد الدولة، إن كانوا في سوريا إحنا عارفين نخدم العالم التحتية، ولا في الأردن ولا في إسرائيل، إحنا مش مستحيين في إشي عم نعمله. الغلط عندن هن. كل الدنيا اللي بتعرف شو يعني موحدين بيعرفوا إنه أساس التوحيد على ثلاث شغلات: الدين والأرض والعرض. إخوان، الأرض صاروا معخذين من بيت جن 83% غير أرض الخيط. العرض عم بيجربوا يفوتوا بناتنا على الجيش، وإسه مش موضوعنا هذا، بده موضوع دراسي غير. أما توصل إنه يجربوا العمائم البيضة، عمائمنا كرامتنا شرفنا يمسوا، حسب رأيش فشروا وميت فشروا. والغلط بيدي من عنا إحنا، من يوم ما سمحنا من قبل 3-4 سنين لما تقدمت لوائح الاتهام أو الشكوى. أنا بدي أحكي، أنا اللي بيعرفنيش ابن أسعد طافش أبو فوز من بيت جن المرحوم، خليلي إياكم. أنا لما كان بوي طلع طريقة لجنة التواصل وبفضل الأخ أبو علاء طلع على سوريا وشاف أهلنا وقريبنا غاد تنو توفى، بالنسبة لي حقق حلمه. وانتو هاي عملتوا كرامة لكل الطائفة وما بتستحوش في اللي عملتوه. اللي عم يجرب يحاكمكم ولا يوشب عليكم أكثر هو اللي يستحي في حاله، عيب عليه. احنا معاكم مزبوط، انا لبست فكرت بدنا نلاقي هون 2000-3000 ما نقدرش نفوت لهون، عيب علينا. احنا كمان لازم نشد حالنا نوقف بعد الطريق، اسا في نص الطريق اسا المفصل، يا يمين يا شمال. والكرامة مرات إذا كيف بقولوا كمان هني جماعتنا عديف مؤخر ما أشير بخلال، إسا الوضع حسب رأيي أنه نتوحد، إذا بكفي 200-300 واحد موجودين هنا نروح على المحكمة النظرة تبعتهم بتتغير. يعطيكوا العافية وشكرا، يعطيكوا العافية. أما اللي بدي أقوله أنا شيء واحد، إذا الواحد هو بيدير شباله على كرامته فيش حد بيقدم له كرامته على 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 صحن. كرامتنا بين ايدينا وهات نحافظ عليها، مش مستحيين في شيء جماعه، لا خانوا امن الدوله ولا شيء. مش تروز اللي بخونوا امن الدوله في وين مكانه، والكل طائفه بتعرف حالها. واحنا كمان مش بس للاقليات، بدنا كمان اليهود يروحوا يزوروا اماكن المقدسه، وكمان المسيحيه وكمان الاسلام وكل الدنيا. اما شو بيطلع لهم؟ يطلع لنا صايبنا معهم زي الحاطط عنده عصفور حلو ومسكر عليه في قفص. طيب خلونا بس نطلع نشم هوا ونرجع. احنا مش رايحين ضر الدولة، بس تخلوناش نحوج انه نصير نفكر انه احنا كيف بقولوا عالي على هاي الدولة. لا، احنا احسن مواطنين وعم ناخذ حقنا اللي بيطلع لنا. يعطيكم العافية والله ولي التوفيق. ولا اخوتنا في لبنان ولا اخوتنا في سوريا ولا مواقف اللي كانت اتجاه اخوتنا اللي موجودين هون، لما كان يبعث ناس من سوريا من لبنان لهون يطمنوا اهلنا عن 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 اوضاع اللي موجوده فيها اخوتنا في لبنان. اليوم احنا بنتوجه للقاده الدينيه في الطائفه الدرزيه، توقف موقف شريف، بكفي ابعاد تخاذل لمشايخنا الاجلاء. عمامه مولاي امام الزمان صلى الله عليه وسلم، مولاي الدين، تتنكسش ولا بتتنجس ولا بتوقف وقفات على الشكل بمحاكم إسرائيلية قدام أي الحكام اللي عم بيحكمونا بس عشاننا دروز، مش أكثر من هيك، مش أكثر من هيك. هاي واحد. اثنين، إحنا موجودين تحت جمر بركاني في الطائفة الدرزية لأنهم إحنا موجودين بدون قادي، فيش عنا قيادة توقف، فيش عنا قيادة تيجي اليوم تحكي بمصالح الطائفة الدرزية. إحنا موجودين بوضع محرج للغاية، اللي لازم يوقف أول واحد لازم يوقف الوقف المشرفي قبال الحكومة الإسرائيلية وقبال القانون الإسرائيلي هو الشيخ موفق. وين الشيخ موفق؟ سؤال، وين الشيخ موفق إسا؟ هو لازم كان يجي أول واحد يخطبون، مش إحنا. النقطة الجاي، في عدة إشكاليات موجودة فيها الطائفة الدرزية. واحد منهم، واحد أحد أهم الشغلات، في عناصر بتحارب في سوريا ضد جماعتنا ضد إخوتنا، عم بيذبحوا مشايخ، عم بيذبحوا أطفال، عم بفوتون السلطات الإسرائيلية، عم بفوتون تعالجهم في المستشفيات الإسرائيلية. أنا بطلب بالألف، أنا إحنا نطلب بالألف من الطائفة الدرزية، وقفوا علاج اللي عم بقتل أطفالنا ونسائنا ومشايخنا، بدناش نعالجهم في مستشفياتنا. اثنين، في 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 عدة في مشايخ عم بتوبوا قبل ما يتوجهوا للجيش الدفاع الإسرائيلي ويكونوا جنود. إذا بتيجي الدولة بتعمل لنا قانون إنه سنة ونص إحنا مجبورين نتدين قبل،
طيب بلكي اجت التوبة تبعت الشخص هذا نص سنة قبل، يعني التوبة لازم تكون حسب القانون الإسرائيلي. إذا 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 صارت توبتنا حسب القانون الإسرائيلي على الدنيا السلام. إحنا بنتوجه لرئيس حكومة إسرائيل، وقف وقفوا التجاهل للطائفة الدرزية. شكرا للجميع. عضو المجلس دالية الكرمل مرزوق الدور تفضل. سنحاول أن نختصر. الدرزية اتفقت أنها لا تتفق على مصالحها العامة، وهذا كلياتنا متفقين عليه. دعوة قضائية ضد مشايخنا الأفاضل برأيي هذا تعدي على كرامة الطائفة الدرزية بكملها، وهذا بيفرض علينا المواجهة جميع الطائفة الدرزية. بعد شغلة بدي تشكر اللجنة الشعبية على مواقفها الأصيلة، على مواقفها المشرفة، وشكرا لكم. شكرا. أمل أن تكون الكلمات الآتية بهذا القصر. يا راسم تفضل. مجرد عادة الجو إلى طلحات عمل. خلي الشيخ. تنبيه بس مش خطاب. احنا عم ننزل من قبل بعض البعض. سيد انا بشهر في الاخ فهمي الحلبي وهو بشهر فيه على الفيسبوك وعلى المناشير هاي عم نزل من قيمة الطائفة الدرزية. طبعا بعش من قال عم بقول الشيخ موفق، انا ضد الشيخ موفق ومع التنظيم كنت وبعدي مع التنظيم. سنقول الشيخ موفق عم بقول شورمة او لا بيجيش او الشيخ موفق الشيخ موفق اللي استايف يقول او يقول لا سابن بهدله بطل له قيمه عند الشيخ حياه الشيخ الله يرحمه كان له هيبه عند الدوله. احنا عم ننزل من قيمه بعضنا البعض مش هيك فيش نظره مش هيك الشيء. انا بايد الاخ اكرم كل الكلمه حكاها وشكرا لكم. شكرا على هذه الملاحظه. وفي الحقيقه كمنظمين حاولنا أن نمتنع كلياً عن الخوض في هذه التفاصيل حفاظاً على هيبة مشايخنا وقيادتنا. اتفقنا معها أو اختلفنا معها هذه ليست القضية في هذا الموقف تحديداً. راسم تفضل. عودة إلى اقتراحات العمل. أول شيء موافق مع أخ أكرم أنه نحن الموضوع هذا صار له 3 سنوات، ولكن يعني تشوف أنت هناك طبعاً بعد ما سمعناش أعضاء الكنيسة، ولكن لو كان في أعضاء الكنيسة رايحكوا كلنا متفقين أنه الموضوع سياسي، كلنا متفقين أنه إحنا عم نحطم بعض، كلنا متفقين انه الدولة عم تهيننا. طب تعال نسأل كيف يحدث لنا ذلك؟ كيف يحدث؟ ليش بيحدث؟ ايش ممنوع؟ بدنا كلنا متفقين. انا بقول لكم كيف بتفق ليش بيحدث؟ يحدث لانه في كل واحد منا له مصلحة تربطه اما بالمشايخ واما بالدولة، وفمرات بيكون المصلحة هاي كبيرة او صغيرة، ولكن نحن مش مستعدين نضحي فيها. فلما نحن بحاجة لهذا مثل هذه المواقف فيها لازم نحن نقرر مصيرنا. هسه اقترح العمل بما انه الموضوع سياسي، نحن عندنا جهازين منتخبين سياسيا، الاول هو منتدى رؤساء المجالس الدرزية، والشيء الثاني المنتخب هو المجلس الديني الدرزي. والمجلس الديني الدرزي مكون، لما يتكون كل رئيس مجلس محلي بيبعث من عنده 3 أعضاء يكونوا أعضاء في المجلس مع القضاء مع المشايخ اللي منتخبوا على يد رئيس الطائفة. فبما أنه هذول المجلسين المنتخبين وبيمثلونا، فأنا بقترح بتأمل طبعا من فرح أنه زي ما فرح قال أنه الجلسة تتأجل، أنه كل واحد منا بيقدر يأثر على واحد موجود في المجلس الديني، أنه يقوم المجلس الديني ويقرر في اجتماع أنه هو انه المجلس الديني يجتمع ويكتب مكتوب لا ليعيد المشباتية او للقاضي، وليس فقط الشيخ موفق. الشيخ موفق على رأسه، انا موافق مع الشيخ نخلي له هيبته مع باقي الاعضاء، وكل واحد منا بيقدر يأثر على الاشخاص هذول. والشيء الثاني انه تقعد جلسة لمنتدى الدروز، معنى هن رؤساء 2 وهن 2 يقعدوا جلسة طارئة ويبعثوا، بما انه كمان عندنا الناطق بلسان الاخ رفيق، فيبعثوا كمان لوزير رئيس الحكومه ولرئيس المستشار القضائي ولكل الاعلام ونفس الوقت ولا المحكمه، على انه هن كهيئه منتخبه من قبل الشعب وكمان بينتخبوا اعضاء المجلس الديني، فبشوفوا انه هذا عمل